دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية المتأزمة في ظل استمرار الحرب الجارية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للتوصل إلى اتفاق هدنة يتم بموجبه وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، متمنيا أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم تفاديا لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف والتصعيد. أعلن حزب الله اللبناني الانتهاء من المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادي الكبير بالحزب فؤاد شكر في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي. وأعلن الحزب أنه قصف 11 موقعا عسكريا إسرائيليا، حيث تم إطلاق أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا بالإضافة إلى مسيرات على شمال إسرائيل. هذا وقد دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسمع ذوي انفجارات حول عدة مناطق، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية صواريخ قادمة من جنوب لبنان، في حين أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون ذلك نقل إعلام إسرائيلي عن وزير الدفاع قوله إنه تم الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة. كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر صباح اليوم بعد التصعيد على الجبهة مع جنوب لبنان. استشهدت رضيعة فلسطينية تبلغ من العمر 8 أشهر ووالدتها، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كشف عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات، وتركز الدمار الكبير في منطقة مدينة حمد السكنية، حيث دمرت طائرات الاحتلال عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجا بالأرض وفقا لشهود عيان. قالت منظمة الصحة العالمية إن آلاف الأطفال في غزة يعانون من خطر سوء التغذية الحاد بعد الكشف عن إصابة نحو 15,000 طفل بسوء التغذية. وأوضحت المنظمة في بيان أن من بين هؤلاء 3,288 طفلا مصابا بسوء التغذية الحاد، وذلك بعد فحص نحو 240,000 طفل في القطاع منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى تدعم 4 مرافق تعمل في مجال علاج سوء التغذية، ومنها مركز في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حسان غرب بيت لحم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المواجهات تركزت عند المدخل الشرقي للقرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وعلوجه ميدانيا. وأيضا أضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أغرقت الشارع الرئيسي للقرية ومنعت حركة مرور الفلسطينيين والمركبات. كانت مساء الأمس بفعل أن نظمت الجالية الفلسطينية في ولاية بريمن الألمانية مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
والضفة الغربية بما فيها القدس بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيون. ورفع المشاركون في المسيرة صور لمشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والعلم الفلسطيني واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. استدعت النيابة العامة الفنزويلية زعيم المعارضة إدموند جونزاليس في إطار تحقيق جنائي عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها نيكولاس مادورو بولاية ثالثة. وجاء في بيان للنيابة العامة أنه تم استدعاء جونزاليس للمثول أمامها في إطار تحقيق بشأن نشر المعارضة سجلات انتخابية تقول أنها تبين هزيمة مادورو في الاستحقاق. وكان المجلس الوطني الانتخابي قد أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت فيه المعارضة وعدد من المراقبين. في المقابل تقول المعارضة إن مرشحها هو الذي حاز العدد الأكبر من الأصوات. ختام موجز 8، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.